ازيكم شباب؟ معكم حلقة جديدة مع ايس تيوب جيمينج. النهاردة هنلعب لعبة ماينكرافت الخطيرة في حرب بيت جديدة، وان شاء الله هنعمل احلى حماس واحلى شغل. شباب كتير منكم طلبوا مني العب لعبة حرب البيض مرة تانية، انا كنت موقف، تقول انتوا ساحب على اللعبة، انا مش ساحب عليها ولا حاجة. المشكلة اللي فيها يا شباب ان ايه ده، راح سبان ازاي الولا ده؟ المشكلة اللي فيها شباب العيال بقت فيه هاكر باللعبة، فكل ما اخش عليها هاكر، كل ما اخش عليها هاكر. في اخر لما زيت قلت مش هصور مقاطع تاني لحد ما الهاكر دول يروحوا يخلعوا بعيد، طب نسيب لهم بس ياخدوا شوية حديد. فشباب دي المشكلة، الجيم بقت مليان هاكر بغباوة، فربنا يسهل ان شاء الله يكون المرة دي فيها هاكر. ما كانش فيها هاكر يبقى اوفر باور. يعني الجيم مش هتخلص. فان شاء الله المقطع ده نعمل شغل عالي، وعايزين منكم بقى شباب احلى لايكات باذن الله، ونعمل احلى شغل. الولد بيقول انا يوتيوبر، يعني يا عم بتلك لك يا عم لك، كنا عاملين نرغي قبل ما نلعب يا شباب. فعايزين ننجز حنا، ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنجيب مثلا ايه، قول بلوكات مهمه، ممكن نعمل نص الطريق كده نص كم، عقبال ما العيال ما تلقلق مع بعضيها. شغالين بقى هيحولوا الجيم لشات. والله المهم يلا عايزين نوصل بس النص الامان. طبعا يا شباب انا قدمت على يوتيوب رينك، مفيش حد عبرني وعدى عليه فتره، مش عارف يعني الناس بتشوف ولا مكبره دماغي، ولا هو كلام اونطه، ولا ايه، ولا انا قدمت غلط، ولا ما تفهمش في ايه. المهم هنروح دلوقتي نجيب، عايز اجيب اكل، وعايز اجيب بروكات، وعايز اجيب بلاوي سوداء. يا عم خلص يا جدعان، شكلهم بط، وشكلنا هنخسر يا جدعان، ربنا يستر. عمال يلوكلوك، قلت له بطل لوكلوك وحط بلوكات يا عم اللكاك. اسمه سوبر لوكلوك. بص لما مريت نص الطريق والعيال لسه بتعمل. لا لا قلتلهم يحموا البيضه، مش عارف بقى يفهموا ولا لا، ولا ما بيفهموش اساسا. اوه كل ده انت رميه؟ انت رميه بالغلط ولا ايه نظامك؟ الورا كان رمي بلاوي والله. تمام الورا عمال يرغي، بيقول يلا عايزين نكسب. تمام الولد التاني بيقول لي ايه الخطه؟ خطه ايه يا حماده؟ احنا داخلين حرب يا ابني، احنا داخلين حرب بجد ولا ايه نظامك يا عم الحاج؟ المهم يا عم السيف يا عم، بس هذا راجل كهين والله. ها عمال تتكهن انت، مش عارف ساكت لك خلاص؟ دلوعه ده قاعد بيتمايص والله. يا ام سهل، هاي باي، يلا انجز والله. دورهم يحموا البيضه، و انا هروح ببلوكات. وانا هروح اجيب ماس، مش عارف كتبها صح ولا لا، كنت بقول ديموند بقى، هي وظروفها بقى، يفهم ما يفهمش. بص على البنات مركات واحنا لسه بنرغي. والله ربنا يستر يا جدعان. يلا بلوزيس، يلا عملت كده شويه بلوكات، وانا جبت الايتمات بتاعتي وجبت السيف، وحاضر ادافع عن نفسي، بس المشكله مش معايا بلوكات. يلا حلو حلو حلو، وصلنا كده لبيت الطريق. ده اللي جاي على الجاهز، جاي تعمل ايه يا ولا؟ احنا كام كده؟ احنا لسه خمس شباب فعلا حسود. انا اشوف بس في حد بيحمي البيضه ولا لا، سامع صوت انا، يمكن يكون بيحمي ولا لا، بس انا كان اشوف البيضه ولا بيأمنها ولا طلع ايه في شينج. الولا حماها بالاوبسيديوم يا شباب. طب ايش تعليق؟ ايوه كده يا عم لغيني يا حماده، لما تكون حاجه زي كده لغيني. ايوه كده، ايوه كده. فين البتاع؟ اي لا مش اخلع له. احنا محتاج انا حديد، محتاج شويه حديد بس. بلوكات يا جدعان، في حد بنى بلوكات ولا لا؟ ولا العيال طلعت بق؟ الولا عمل طريق. طب ما تقول لي يا عم وسيبني عمال هاتي مع العيال. يلا هروح اجيب انا دلوقتي ماس. اوعى تقعد ماشي على الطرف كده ليه؟ ده ماشي على الطرف خالص. يلا يا مسار، الحمد لله عملنا سلم محترم الراجل ده. 10 على 10 اطلع بلسيس، يلا كون نفس الجيزي. قول ماس يا شباب اخيرا اهو 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 ربي اهو. ايوه جلد يا عم، بطف بعض بس. خلينا انا في الجحر بتاعنا، انا في الجحر بتاعي مستخبي، عايز اجيب الخمسه الماس، وبعد كده نروح ونطور. يا لا بيجروا ورا بعض، مش شايفني اساسا انا كده خمسه. بيجروا استغماية. يلا بس خمسه كده اخلع حماد. اول ولا شافني، ولا شافني يا جدعان، ربنا يستر. تمام قبل الجليزيس ينزل بسرعه. اي بص القفزه اللي كلها حماس دي كلها تنقص دمك يا زين. يا عم قلقتني. المهم جبت كده حق الماس، هروح اطور بسرعه. يلا بلزيز، انا خايف بس اللي جنبنا دول يبداوا يهجموا علينا، احنا ممكن نهجم عليهم ولا فرصتنا، ما بنوش حاجه اصلا بجد والله. استنى ولا عمر طريق ولا بطيخه، العيال دي لسه بتلوكلوك ولا ايه اصلا؟ خلعت وسابت الجيم، هو انو تيم ده اساسا؟ استنى كده نبص بصه،
تيم احنا علوب بنحبك، هو لسه ما عملش مفروض تيم الاحمر بشكل، تيم الاحمر ما دخلش اساسا او طلع، ما تفهمش ما تفهمش الحدوته فيها ايه. المهم هطور انا الماس، تمام كده انا طورت الماس شباب، وباذن الله هاكل محمح دلوقتي، وعايز بلوكات تاني يا ولا، محتاج كميه محتاج كميه عشان عايز اروح اجلد العيال. بس تجلدهم ازاي وانت مش معاك ماس يا حماده؟ ازاي مش معاك ماس؟ او تجيب على الاقل جولد وتجيب فاس من هيطور. تمام يا رب يطور بس. والتيم بتاعنا لغايه دلوقتي الوضع مية مية يا شباب. ايه ده انا محتاج، انا مش عارف ايه ب10 ولا ب3، هنشوف نشوف كده يا معلم كام. خلينا نشوف هنا بكام، انت بكام؟ ب5؟ طب والله مية مية وربي حماس. اه بقول لي، هو بقول لك مين البوس؟ مين المدير؟ ذا بيج هيت. مين البوس؟ انا البيج بوس والله، البيج بوس اللي بجلد العيال. انا خاف ولا ده؟ اوعى وانا ماشي مقلق كده ليه؟ ماشي مطاطي قوي. استنى كان نحط البلوكات. اه خلينا ايه لازمتها يعني؟ مش عارف، بس هو بنعمل شغل يا جدعان، بدل واحنا واقفين كده ملناش لازمه. انا كده مش عايز ماشي، عايز اروح بقى ايه اخبط كده في العيال واجلد بقى على حق، على حق بقى يا زعيم. التيم الاصفر، التيم الاصفر نظام. ها اوه ده لابس حديد، يا رب ما يشوفني. ام لو شافني هيجيبني هينفخني. اوه ده معاه ابوه، ده معاه ابوه ولا زفت ولا لا. اجري اجري. اوه الحمد لله لسه عايش، محسبني موت بس كده. قشطه عليك. الليبل الاخضر بتاعنا، طب حلو احنا كده فرصتنا شباب نروح نهجم على التيمات بقى من تحت لتحت. اه والله زي السوسه كده. تهجم يا زعيم زي البورص، ولا حد شايفك ولا من شاف ولا من ديل. تطلع لهم زي الخازوق من تحت. اوه كده ممكن ما يشوفونيش صح؟ ممكن ابني طريق مع نفسي. يا سلام لم لم لم، يا سلام. اه والله فكره حماس. وانو تيم ده؟ تيم الاصفر. اه جاي لكم يا شباب، ابني من تحت. لو رحت بجد تبقى حدوته والله. هو نفسك ايزي دمر العيال ايزي. 32 هيكفوا؟ يا رب ما يكونش حد شافنا اساسا. وانا ما اعتقدش ان حد هيقدر يجيبنا، بس لو حد بص لتحت تبقى مصيبه والله. تبقى مصيبه يا معلم. والوقعه استراتيجيه، الوقعه كلها حماس. هيخبى لو حد لقطني وانا ماشي كده. يا سلام. اوه ده انا وصلت كده لبر الامان يا زعيم. واحد من التيم الاصفر شافني؟ ما بصش تحت اصلا. ما بصش، طب حلو. 100 100 بربي حماس، هتكفينا بقى البلوكات لحد فوق؟ الله اعلم، هنجرب. يلا احنا وحظنا شباب، باذن الله توصل. انا عايز اعرف بس اه كده. لازم تطلع وتبص، تطلع وتبص يا زعيم. في هنا حيطه يا زعيم، فاحنا هنمشي كده بالسرعه. ايوه بالراحه، بسويس بسويس بسويس. اوه مفيش حد شايفني اساسا، كويس. دعواتكم يا شباب، يا رب ما يكونش حد شافني. انا طالع كده في الخباثه. اه والله طالع في الخباثه. في واحد شافني، في واحد شافني. لا ولا ما تجلدنيش يلا. ايوه يلا هنخلص عليه ده ان شاء الله. يلا ضربه كامله كمان. اوه اوه التيمات كلها هنا. شافوني يا جدعان. شافوني الخبثه. ايوه اجلد يا ويسي. طب استنى كان نجرب كده نشوف ده. لا ما ينفعش، صعب، لازم تخلص منهم الاول. عايز اخلص بس على العيال دي. هو الحاجة جامدة، الايتمات جامدة يا زعيم، ما بتتكسرش. ايوه هات بقى الولد كمان. يلا يلا هتموت بقى، يلا موت اخلص. خلص اخلص اخلص يلا، انت بتموتش ضرب كامل اهو والله. يلا ما تموت يا زفت. تمام فرصتي دلوقتي يا شباب، فرصتي دلوقتي. يا رب يا رب ما في حد يلحقني. يلا 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 ابو لذيذ، يلا ان شاء الله نوصل يا شباب. بس كده. الله عليك يا كار العيال، يا سلام برنس وربي برنس. بس كده الله عليك يا وحش يا قهر العيال، قهرنا العيال يا شباب.
عايزين بقى نشوف المكان اللي هنرجع منه ان شاء الله. ادي العيال تيجي تنتقم، تيجي تنتقم مني. طب اروح اجلدهم انا. اه والله روح اجلد ده قاعد بيجمع ماس، ده قاعد بيحلو، نروح نجلده دلوقتي. اخلع على اخلع على من الجيم والله، بس كده نجلده خلص عليه. دعواتكم يا شباب، بيضرب ضربات اي كلام. عمال يجمع الماس حالة امل. يلا ضربات كاملة اهي والله، يلا يلا ضربة كمان، ضربة كمان، يلا ضربة كمان اهو. المفروض قلوبه تروح، الواد قلوبه ما تروحش ليه؟ اوه حلو، اوه ده بالعافية مات، مات بالعافية وربي. اوه اخيرا مات، الحمد لله يا شباب. نقف على الماس برنس ورب برنس، والبيض عمال يدشدش يا عم، البيض عمال يوصله لمستوى التيرست. ناس محترمه. انا كده في التيم الاصفر بقى باشا، اجيب بقى الايتمات بتاعتي، اظبط حالي، وان شاء الله يبقى في شغل شباب كله حماس، ونجلد بيت العيال. او الهيد بتاعتي راحت. انا كده، انا كده يا معلم ظبطت الاداء، عايز اجيب ايتمات، فهجيب ايتماتي من هنا احسن لي، وهروح اجلد بيت العيال. انا كده خلصت التيمات كلها الاصفر. العيال فرحانه. العيال فرحانه، احنا خلصنا من تيم، ربنا يسهل. عندنا كده ادي 1 2 3 4، ناقصنا 4 تيمات، فهنشوف ربنا يسهل. في الاوفر باور صعب صعب، غير لو انت طلعت لهم بقى على غدر. يا سلام، كده محتاج انا 25، دي واحد، ادي 10 20 يا شباب، ومحتاج سيف قول 12. اوه البيضه الاصفر، تعرف قلت لهم بي كيرفول كاتبها صح ولا لا؟ كيرفول، بي كارفول يا هلا، كارفور بي كارفور يا هلا. المهم يا شباب احنا كده، الولا بيقول لي تي تي اكس، عمال يقول لي شكرا. انت مجنون يا ابني، بيقول لك احمد بيضه تقول لي شكرا، انت متخلف يا ابني. نجيب يا عم الايتمات، العيال دي شكلها تفهم بالمشقلب. هنجيب يا زعيم الناس بتاعنا فرصتي والله، ممكن اجيب كل الدروع كلها ماس. يا سلام عليك يا بطبط، ممكن والله فرصتي. والعيال دلوقتي عايز اجيب بس الاول السيف بتاعي. انا قاعد كده ايه، حته حماس، حته حماس، ولا من شاف ولا من دول، مستحيل حد يجمع عليك، لانه عارف التيم الاصفر خلاص خلاص، مفيش حد يعرف عنك اي حاجه يا بطبط. البس يا معلم. تمام، احنا كده لبسنا الدروع بتاعتنا من ال لبسناها من الحديد يا شباب، وربنا يسهل. هجيب من الماس، انا محتاج اكل، محتاج اكل، ده هيعمل لي مشكله. فانا دلوقتي احلى حاجه اللي انت برنس لوحدك كده، مفيش حد بيقرفك، مفيش حد بيغلس عليك. وانهو التيم اللي جنبنا، التيم الاخضر. طب انا يا عم خضتوني، خضتوني يا جدعان، التيم الاخضر بتاعنا ده شباب. فانا دلوقتي هجيب اكل، هجيب محمح عشان واحد جوعان يا شباب، فهنجيب كميه، جبنا كميه بطل، كل ربما عظمك يا ابو لذيذ، رمينا العظم. عايزين نشوف بقى ده، ده مطور، ناس محترمه مطورين كل حاجه. كانوا حاطين امل ان هم يكملوا. هو طب انا 110، لا مش عايز اطور عشان مش عايزهم يسمعوا اي حاجه، عشان لو سمعوا صوت التطوير والبنك اللي جنبي انتهى، تهى تهى. طب طور يا عم، احنا هنخاف من ايه؟ على جمد قلبك يا ابو لذيذ، اللي يسمع يسمع، ولا يهمنا ولا يهزنا. 25 تاني، لا في عينيكوا بقى. هنجيب تفاح شباب، وفي واحد وقع احسن. يلا مع الف سلامه، اكون بالتيم بتاعنا اهو، ده بالتيم بتاعنا يا هلا. ربنا يستر يا شباب، هنعمل البتاع دي. وانا عايز ماس، عايز اجيب كل دروع من ماس. ايتمات زي ما انتم عارفين ب 32، ب 30 30 60 60 و60، محتاج حوالي 120 120 ماسه عشان تجيب دروعك كلها من الماس، بس مستحيل تموت. انا ممكن اخلي الايرون اخر حاجه، واخلي انا فل دايموند يا معلم، ماس يا هلا، ويبقى احلى شغل. طبعا انا معايا السيف بتاعي كله كويس، غلطه ال سمعت حد، سمعت حد والله، سمعت غلط ولا ايه؟ المهم سمعت حد كان جاي، قلت لا يا معلم تهجم على مين يلا، احنا نقبل مرصاد. 27 28 يا مسهل، نجمع بس اول 32، واحنا كده جبنا حق التشيست. دعواتكم يا شباب، انا عارف الواحد بيتخانق لما يجي يقف على البتاع دي ويتجمع، بس انت عايز تجيب ايتماتك وتظبط حالك، فلازم تاخد وقتك. وعايزين نجيب، وهات برضو ذهب، وهنجيب بلوكات. اوه 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 البيت بدا يتكسر يا جدعان، انا كده لازم ارجع، لازم ارجع البيضه بتاعتنا على فكره. خلاص احنا كده والتيم الاورنج، لا لا كده لازم ارجع بسرعه شباب، هجيب بلوكات، مش هينفع اطول، مش هينفع اطول.
هجيب بلوكات بسرعه. انا كده محتاج بلوكات ومحتاج اجيب التشيست بس. بس هجيب التشيست بس اهم حاجه من الماس. تمام هجيب الباقي من هناك. تمام هنقلع ده وهنلبس ده بس كده. عايز ارجع بسرعه فورا ربنا يستر. التيم الاخضر اهو التيم الاخضر جنبنا. تمام عايز اروح بسرعه من هنا عشان لو لقيت حد بالمره جلده. بس يا رب ما يكونش حد معاه ابوه عشان ما يخلصش عليا. في عيال اهو في عيال من هنا يا معلم. مش عارف ايه اللي بانيينه ده. التيم الاصفر ده تحفه والله. اذا كان رحنا بص بصه انهو تيمات اللي فوق. اوه العيال لابسه ماس يا جدعان. العيال لابسه ماس. العيال لابسه ماس. في واحد بيرضوا بيجمع ماس من عندنا اهو. طبشت عليك. هيروح للتيم بتاعنا ولا لا؟ والتيمات اللي ورا احنا عايزين نروح شباب دلوقتي ورا. خلينا ورا احسن. احمي البيضه. تمام هو العيال لابسه فيه كان من التيم الرصاصي. انا عايز ارجع على قد ما اقدر وما اتضربش ان شاء الله. ما اتضربش شباب عشان ما اعتقدش التيم بتاعنا موجود. 2-4 تمام. التيم بتاعنا لغايه دلوقتي ماشي 100-100. حلو جابوا ماس. طب كويس والله. الواد ده لسه لابس حديد. يا زعيم بقى طور نفسك يا حماده. ايوه عشان نجلد العيال ناكل بقى لحمه. بس سكت في الوقت المناسب يا زعيم. اخلع بقى يا صاحبي. في ايه يا الغلاسه؟ يعني ارجع تاني للتيم؟ يقول لك هاي مس هاي عادي لوك لوك بقى. بس كده انا محتاجه كام؟ محتاجه 25. لسه 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 لسه. انا هقعد بقى راقب الجو وممكن نعمل هجبات. بس عايز اجيب بقى الباقي كله ماس شباب. فعلشان نقدر نكسب العيال دي ونبص على الوضع هنا. انا كنت في الجنب ده. لا في الجنب التاني اعتقد. انا كنت في الجنب الناحيه التانيه. هات برضو حديد هينفعنا. الولد بيقول لك في هاك ربنا. بيقول له تي اتش اكس يا عم خضتني. بدل ما يقول له سانكس قال له هاك. يخرب بيتك وقعت قلبي. هاك على طول اخلع. تمام كويس شباب. هنجيب ايه تاني؟ احنا كده جبنا ماس. لا لسه لسه محتاجين ماس. مشكله الولد اللي قاعد معانا انتخ ده. احنا ممكن نجيب بقى قنابل ونفجر العيال. بس هنجيب التفاح الاهم يا شباب. فانا هجيب تفاح في السريع. استنى كده اقول لهم دلوقتي ايه هنعمل. ايه دلوقتي هنعمل ايه يا جدعان؟ انجز حالك بقى حماده. الولد بيقول لك محتاج اتنين ماس. تعال ومين اللي محتاج اتنين ماس؟ مين اللي الولد خلع خلاص اهو عايز محتاج اتنين ماس. استنى كده اديله الاتنين. اعطف عليه باتنين اهو. استنى اهو يا عم تيجي يا عم خد الاتنين الماس. الله انت سبتولي انت والله ناس 100-100 ناس 100-100. خليني يا عم اخد انا ماس يا عم. سيبك من امي ولعب جاز. انت بتكلم نفسك والله. هنجيب الاتنين 32. يبقى احنا كده جبنا الرجلين وجبنا التشيست. يبقى كده ناقصنا حاجات بسيطه. ناقصنا البو كام حاجه كده. او في واحد من عندنا من التيم وقع. استنى كده اوه ده اتضرب يا زعيم. اتضرب. يبقى كان في واحد جاي. في واحد جاي بو. عايزين نبص كده. بص هبص بصه في السريع بشوف الوضع عامل ازاي عشان في واحد اتضرب يا جدعان بالبو. عايز اعرف ضرب منين ده؟ ضرب من انو تيم؟ هشوف الطريق بتاعك كنت بانيه ازاي؟ زي الخصوم والله. العيال انجلدت. هو اتضرب منين ده؟ ما تفهمش. هو ممكن يكون ضربه يلا يا تيم. دلوقتي مين ده؟ اوه يا خبيث انت جيت من انو ده. يلا اوه ده كان جاي يكسر البيضه. يا نيتك سودا. ده انا جاي انفخك دلوقتي. بس السوسه جاي اجيبك دلوقتي ورب اصبر عليا. اهو السوسه اهو. تعالوا يلا يا خبيث. ايوه كده انجلد انجلد يالا. انجلد. طب جامد انا وداهيه ده. انا ورب ما شفتوش. يا نهار اسود. انا شفته بالصدفه. انا قلت يمكن يكون في التيم بتاعنا. طلع الخبيث مستخبي. والله كان مستخبي. طب انا شفت جاسوس. الحمد لله جلدت الجاسوس يا شباب. والحمد لله عايزين نجمع بيت الماس. واحد لازم يكون محرص. شفت واحد نوب زي ده ممكن يجيبك يا زعيم. واحد تاني مستخبي قاعد بيراقب من ورا البتاع. احنا دلوقتي ناقصنا التيم الازرق. الولا جاي تاني. الولا جاي تاني. خلينا واقف كده. لا في واحد بيجمع ماس. اتنين بيضربوا بعض. طب كويس والله. خبطوا في بعض ولعب جاز. خلينا زي ما احنا التيم بتاعنا 2-4 كويس والله. التيم بتاعنا لسه موجود في واحد بس خلع.
دي كده حماد. الواد اسمه سوبر ده يجمع خلي يا سوبر يلا يا سوبر. اوه في واحد جه تاني اهو، اهو نفس الولد النط تاني هيبني برضو بلوكات. ها هو عايز يرميني المره دي. لا خلينا نلف وراه، خليك وراه. طب انت كده كده هتطلع فوق عند البيضه. ايه ده ايه الهبل ده؟ طب انت خلف يا ابني، ايه اللي انت عملته ده؟ سبحان الله الله، يعني يجي محترف ويموت نوب. اه والله يعني ويعمل وقت كان بيظبط رجليه راح وقع من الخوف يا جدعان. برضه نفس الولا المقرف ده، انا عايز اطلع بص بصه تاني اشوف الولا. هو الطريق المقرف ده كل شيء يجي لنا ويقرفنا. انا ممكن اشيل الطريق يا شباب، اشيل الطريق بس هيبني تاني. الولا قاعد بيبص. طب كويس كويس اللي هو بيراقب، كويس اللي هو بيراقب كويس كده. احنا ممكن انا ممكن اروح اجلد، بس انا محتاج ايتمات، محتاج ايتمات. مش شغل 22 ولا تن لسه واقف ما اتحركش من ساعتها. طب اضح انا واروح. انجز حالك يا معلم. انا هطلع برضه ابص كده بصه، لازم تطلع تراقب. اوه 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 لا لا اوه لا 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 اوه لا لا ان شاء الله ما يعديش. ايوه خد تفاح. اوه شفتوا البنك جاي يهجم علينا، جاي ينتقم. بص ورا ضرباته سريعه ازاي، تحس اللي هو ايه هاكر يا زعيم. اوه بص 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 سوسه هيخلع. اه خلع، اديله واحده بوبا. ايوه كده يلا اديله واحده كمان، ما جت فيه بس هرب. انا ممكن اروح بسرعه. لا روح انت روح انت، في واحد هيروح هيشيل الطريق. طب كويس هو بيشيل الطريق، شفتوا بنزة. طب هو كده ممكن يجيب ماس؟ لا يا عم كده هو كده ممكن يجيب ماس ويجي. هو ناقص كام واحد في البنك؟ قاعدين في التيم الاصفر، شفتوا الجدعان عاملين ايه؟ على الخبسه. المهم عايزين نجيب بو، لازم بو يا معلم، يا اما نخلي الطريق ونجيب بو. انا كده معايا حق البو، عبال على ما تخلص تكلك وتخلص البتاع اللي ولا لسه قاعد منتخ. سابوا الماس ولا لا؟ هو سابوه. طب كويس والله التيم بتاعنا عامل شغل عالي. 32 طب كويس كده معايا ال 32 اقدر اجيب حق التشيست شباب، قصدي حق الرجلين. احلى حاجه للتيم بتاعنا مصحصح على فكره. في واحد شكله من التيم التاني هيجي، وجع دماغ والله. هنجيب حط هنا بس كان واحد بقى اول ما يتحمس مراخيره تاكله والله. شايف عايز يعتصر ليه؟ ايوه يلا ولذيذ والله الحماس. ليه مراخيرك بتاكلك على طول؟ عايز مش عارف اهو. شفتوا شفتوا شفتوا، بقول لهم تعالوا بسرعه. قلت لهم تعالوا اهو الولد السوسه، الولد اللي عايز ضرب الجزمه اهو. اديله ايوه اديله بالبوم. شفت السوس من اليمين ومن الشمال يا زعيم كده تبقى ايه. وبرده التيم الازرق احنا عايزين نهجم بقى، وجايبين بقى ايتمات معفنه عشان بعد كده التيم بتاعهم يجي يجلد. طب حلو الطريق ده اتشال كويس والله. عايز اجيب انا ابوه. قلت لهم بيقولوا العيال جايين، فانا قلت لهم عايزين نحبي. عايزين نحمي نحمي نحبي ايه بس نحمي نحمي. فانا عايز اجيب حق البو. لازم البو يا زعيم، لازم البو، لازم 12 12 بسرعه باذن الله 12. انجز 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 انجز. وعايزين جولد بس، يلا هات الجولد. فين الجولد؟ في واحد عندنا من التيم وقع ولا بيتضرب ده ولا ايه نظام؟ اه طب كويس انا عايز اجيب جولد بسرعه 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 بسرعه. التيم بتاعنا ايه نظامه لسه كويس؟ دي 1 2 3 4. طب احنا الخمسه موجودين يا جدعان، انا فكرت الواحد خلع والله، شفته غلط والله كان موجود ومشى. تمام في واحد من التيم الازرق برضو وقع، ناقص برضو التيم الاورنج. محتاج ستة ايه؟ محتاج اكتر من كده. انا ببص من الناحية دي اوه ده في واحد بين الطريق ده، ده انا اللي بين الطريق. انا بحسب في واحد كمله تبقى مصيبة، ده انا نازل عليه وكمله. آه يلا هنجيب دلوقتي الا التيم بتاعنا ده. المشكلة ما بيبانش اللون، لازم تقرب تبص عليه او تقرب او تركز قوي علشان تعرف تظبط الباور ده بكام؟ ب 15. احسب واحد ضدنا، ده شال الطريق برضه، كان في واحد ناوي يجي. واحد في التيم بتاعنا راح، طب كويس. راح يجي على عيال.
قلت لهم انا عايز واحد يروح بس من غير ما يكون لابس حديد ويروح يهجم بايتمات عاديه يا شباب. اعتقد دي تبقى فكره، هتبقى فكره كويسه. فانا هحط دلوقتي، يا رب يفهمونا، بس هحط دلوقتي البوكس. مين ده؟ اه ده معانا. هحط دلوقتي البوكس هنا شباب، يا رب يفهموا بقى لما اجي احط البوكس كده. بحس اللي عايز يحط اغراضه، لا احطه هنا كده في ال، حط خبص يعني كده اهو، بس هو كده متعلق كويس كده لغايه دلوقتي. عايز اجيب بس الماس، لسه ناقص لي بس اتنين. الولا لسه محتاج محتاج ماس. تيم الاحمر كان بيهاجم عندنا، في حد فوق؟ في حد فوق ولا ايه؟ انا متكهرب والله. اطلع بص بص في السريع الان. شوت باي، تمام. في واحد عندنا جرد من التيم ال، كويس قاعد بيراب. بس انا كده خلينا نبص على ده اللي اسمه الولا نينجا بيحمي. طب كويس، الولا نينجا قال لي هحمي انا من فوق، وانا خليني من تحت اراقب الجو. كويس، هنزل بقى هنا يا معلم. يلا التيم بتاعنا باذن الله ولا هيكسب شباب. نادي واحد اتنين تلاته اربعه. مش كان في واحد قاعد وماشى ولا بس داخل بيستهبل جاي يهزر ويطلع؟ ولسه ولا بيحط اوبسيديوم. كفايه يا عم انت غرقتنا اوبسيديوم. عاش حد واقف على الماس؟ اه طب كويس كويس كويس، فضيتوها. كويس 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 كويس. يخرب بيتك بقول لك، زيج زيج الله يخرب بيتك. اوه اوه في حد بيضرب، في حد من اوه اوه في واحد اهو. اه ده نزلهولي ده، انا هنفخه دلوقتي. تعالى حماد، تعالى في حضن ايس. يلا تعالى، يلا انت بتستهبل. هي سايبه ايوه اجلد امه ده. تعالى يلا، تعالى استهبال الله. ها ايوه اديله ورا بعض كده، ايوه اجلده، خلي البو ينفعك. يلا ده انا جاي انفخك دلوقتي. ايوه اديله واحده كمان، صحصحه، اجلد يا ولوسيس. ايوه تيم البنك بس نخلص منه برضو. اه مش هينفع، هروح والله لضحي انا بعد غابه، هروح اتغابى. ايوه لازم نخلص امه ده، لازم نشيله من على الجيم خالص، لازم ازيحه. يا ابو سهل خليني وراك، انا وراك والزمن طف. اوه ده في واحد فول ماس، شايفينه يا جدعان؟ قاعد مستخبي في الظل. لا ينزل تاني يا ابو نسيت. انزل بسرعه، كنت عايز اجيبه والله، اشيله ازيحه من على الجيم. انا نفسي ولا المقرف ده. يلا يا مسهل دعواتكم شباب، انا مش عايشين الطريق طالما احنا معانا بو، ما تقلقش يا بطل. فهننزل هنا، كويس كويس كويس، الدفاع بتاعنا 100 100. الولد هاني يخرب بيت قرفك، استنى انا مستنيك، تعالى يا زفت. قلت لهم هحط الايتمات بتاعتي في البوكس وهفجر الطريق ده، لازم تفجره. بس هتعمل ايه؟ فين البوكس اهو؟ ما تسرقش بقى يا سوبر. المهم هحطهم، ربنا يستر بس ما يخسروش هم حاجه. العيال معانا في الجيم حراميه، وهستخدم التي ان تي. هستخدم التي ان تي يا شباب عشان العيال دي كل شويه تيجي معانا وهتقرفنا انا عارف. فعايزين هنخلي التفاح برضو هنا، حط التفاح وحط البلوكات وحط اللحمه. هو حطيتها جنب الصندوق، كانت غلطه مني. يلا نجيب بوكس تاني، يلا تفريحي. هنجيب بوكس تاني يا شباب. جاي مظبوط يا جماعه، عملت تي ان تي. يلا حصل خير. قلت له يحمل بيضه وانا هروح اشيل الطريق. ايوه هنحط دي هنا بس كده يا زعيم، وهنحط الايتمات بتاعتنا بسرعه. عايز انجز الحوار ده، عايز انجزه بسرعه شباب. كويس اروح بسرعه افجر الطريق.
ايوه شيل امه بقى، شيل ام الطريق ده، مش عايزين حد يجي لنا. بس كشلنا الطريق بحيث لما حد يجي نعرف نخلص عليه. الولد بيقول لك لا. لا ايه بس، هو على حرام، انا ما تاخدش حاجات ولا سيب ولا حاجات ولا هات بقى يا معلم. اخد اللحمه الحرام، انا ما اخدش حاجه بس بقى ياخد، انا كنت هجلده والله. البس بقى يا معلم الايتمات، نلبس الايتم بتاعنا وهنقلع دي، ونلبس ايه تاني، هنلبس اللين طبعا دي، وهنلبس الهيد. الهيد راحت زي ما راحت في الضرب اللي كنا عمالين نضرب بيه العيال، ونحط اللحمه هنا. كويس كويس، هنرمي مثلا، هنحط ده هنا جوه كده بس كده. انا فجرت الطريق، مش عايز حد يجي معانا تاني. عايز بقى اجيب البو، بتمنى والله. استنى كده البسها، البس دي يا معلم. هلف انا حوالين المكان عشان يخرب بيتك لسه واقف. واقف ما انت خد. نطلع مع نينجا نبص فوق بصه كده في السريع. انا كده جبت حق البو، طب اجيبه بسرعه واجيب بالمره جولد طالما انا واقف على الماس. ايوه كده كام؟ هار اسود ازاي؟ فهمني، اشرح لي الولد الزفت البنك ده، الولد ده هاكر. احنا كنا شلنا كل الطرق، لازم ينجلد المقرف ده. ربيتك يا فقر، جاب انه داهيه ده، مشكله مشكله. ما اعرفش جاب من انه داهيه ده، شلنا الطريق احتياطي، ما اعرفش جاب منين بالظبط. الولد بيقول لك في واحد كان فوق، بص هات لك ايه، فين الزفت ده؟ دخل ازاي اساسا؟ دخل ازاي؟ واحد كمان عندنا في التيم مات. طب كويس، لا هو اللي موته؟ تمام، طب كويس، خلصنا من واحد زفت. بس عايز اعرف هو جاب منه داهيه، جاب منين ده؟ ما الولد كان قاعد بيراقب وبصراحه تعب يعني. هم جايين من هنا، ام الطريق الفقر ده. لازم نخلص على العيال يا جدعان، لازم نروح من هنا ونخلص عليهم، بس ما ينفعش يكون معاهم بوم. لازم اروح اضحي، بس المشكله مش معانا بيضه، لازم عايز واحد ده يكون بقلبه ميت. قلبه ميت، قلبه ميت. هو معاه ابوه ولا لا؟ انا عايز اعرف بس معاه ابوه ولا لا. حسب حسب، هو بيشير الطريق. اوه ده في واحد تاني، في واحد تاني يا زعيم. اوه اهو السوسه. التيم البلوم اللي معاه البيضه. طب كويس ان هو خلص عليه وموت حد من عندنا. للاسف موت واحد شباب، موت واحد اخده غدر من ورا واحنا مش شايفين. يعني التيم الازرق والتيم الفوشه كانوا الاثنين ضدنا. عايزين نروح نهجم عليهم. هجيب انا بقى ماس واروح اقتك عليهم. بس لو حد لقطك ببو كل سنه طيب. بيقول لك انا قاعد بلاقي الجو من بعيد، بشوفنا هنعمل ايه. هتبقى محاوله بقى ميؤوسه، طالما ما كانش ميؤوسه قوي. احنا كده شلنا الطريق، كده هنقضيها كامب. الكامب ده جاي يا معلم خلاص، تفضل تقول قاعد طول الجيم. بيقول لك روح روح للجرين، روح للتيم الاخضر. بصوا حاطين اكل ومظبطين، هما جم من هنا. الواد الخميس الخبيث كان متيم مع التيم الازرق، بس مفيش طريق تاني. هو جاي تاني لانه بقى التيم الاخضر بتاعنا ده ولا انت فاهم؟ اللون من بعيد شكله غريب. استنى كده اهو، قاعد بيشوف الجو عامل ازاي. المفروض ده في التيم بتاعنا. هو في واحد بيبني بلوكات الناحيه التانيه، في عيال بتجلد بعضها من هناك يا شباب، احتمال. عايز اعرف مين اللي بيبني بلوكات ده، عايز اروح اموتهم والله. كده اروح اغامر واروح، بس لو اخدت واحده بكل سنه طيب. كل سنه وانت طيب زي. عايز اعرف ده معانا في التيم ولا مين ده؟ لا ده ضدنا زعيم، بس نفس اللون، اللون من بعيد نفس اللون. بص واقف محرس، هو ده التيم الازرق اللي عرفنا من الصبح. انا بعمله ده مغامره. احنا عايزين نروح، لازم نقتلكم. الولد معاه ابوه، انا عايز اعرف بس معاك ولا لا. ايوه خلص عليه، قاعد بيراقب الجو. ما انا ممكن اجيب لي شيل. عامل زي القرد فرع لوز والله. انا بقول له انا هجيب شيلد. الولد بص عامل ازاي، اكيد عامل لنا حاجه.
قول لهم هروح اجيب شيرت. كتبت لهم شيكا. اه والله انا المكتب لهم شيرت كتبت لهم شيكا شيكابالا. والله يا عم راح اجيب شيكابالا. الواحد ده متسرع بيكتب بسرعه فبيتغاب في الكتابه. شباب اعذروني. ادي الشيرت ده زي ايوه عليك. عايزين نجيب بلوكات. العلبة تنهار يا جدعان. العلبة تنهار. لو حد جابني بالبوم مستحيل يقع كده. فصعب ان شاء الله. اكيد معايا تي ان تي. يا استرامة جالك مالت كده بقى معايا تي ان تي. ابص جاي برضه. بص الولا وغلست. بص الولا وغلست. الحمد لله هو خلص. ايوه كويس كويس كويس. هنروح نقتك عليهم يا شباب. خلينا في الحته الفاضيه. عارف البلوكات هتكفي معايا ولا لا؟ اوه مين اللي جابني ده؟ واحد جابني منين ده؟ خرب بيتك. هحاول اطلع كده في السريع فوق. هنشوف ايه الكلام. ايه الكلام عاملين ايه فوق؟ اه الولا الزفت ده اخلع له. اوه تعال ولا زفت انا. اوه حاطين اوبسيديوم وهيقرفونا. اخلع له اخلع له بس كده. يلا يا مسهل. عايز اخلص من الولا الصغير الاول ده. الولا ده هيتعبنا على فكره. ايوه هات الولا الصغير ده. ايوه قلوبه راحت اهي. بصوا ضربته والله. الولد ده محترف يا جدعان. محترف ومتعب. يلا يلا عايز اظبطها انا بس. ما تخلص انا زفت. مش عايزك. مش عارف اكمل الضرب. عايز اتكسر بس البيضه. مش عارف اكسرها. الايتمات بتاعتي ايه نظامها؟ هو الايتمات بتاعتي بتضيع يا شباب. وانا محتاج دعم. محتاج دعم. قلت له محتاج دعم. مش عارف هيرد عليا ولا لا. يلا 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 زفت. ما تخلع على زفت. انا بتخلع على زفت. انت عايز اخلص بس من الصغير ده الاول. الولد الصغير المقرف ده. بص قلوبه قد ايه ده. ما بيموتش ده ولا ايه؟ مات اخيرا. عايز اخلص بقى من الايرون ده. يلا يلا بس يا رب يخلص. ايوه بياكل تفاح هو مظبط حاله. يلا يلا اهو ضربات كامله والله كامله والله. انت مش عايز تموت ليه؟ ما تموت يا زفت. يلا يا شباب يلا يا رب ننجز حنا. الولد ده متعب. يا رب التيم بتاعنا بس يعرف يجي. هو بيحط شكله كده بيجيب ورا يا شباب. يلا يلا بس يا مسهل. يا رب بس نعرف نجيبه. ايوه اوه الولد لبس لبس دروع وظبط حاله. بس صعب صعب. بس مش عايزين يموتوا والله. والقلوب بتقع بتطير بغباوه. عايز اركز بس على ولا الايرون ده. عايز انزل معايا. هنزل معاك انا ورب ما هسيبك. هنخلينا ورا امه بس كده. تعالى لو عايز يجيبني على الطرف. ايوه هات بقى الولد ده كمان. يلا 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 اهو على وشك اهو يا زفت. هو جاب تفاح. جاب تفاح وهو هيتعبنا يا جدعان. بص بقى بص التعب بص التعب. والتيم بتاعي مش عارف راح فين ده. انا بقول له احنا اللي هنكسب. الايتمات اتكسرت الله يخرب بيتك. والتيم بتاعي مكبر دماغه. اخلع على زفت والله. ما تموت والله. مش عايز يموت. اهو الايتمات بتاعته كمان بدات تروح. يلا يلا يا مسهل. يلا ما تخلع على زفت. لو السيف بتاعه كله راح وانا مش معاه اي هيد. الولد التاني بيدافع. بص 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 وجع القلب. اخلع على انت كمان. اخلع. صعب صعب. بص كم واحد عليك. تاني خلع وده مقرف بصراحة. لعبه حلو. يلا يلا يا ابو لذيذ. يخرب بيتك ده انت مقرف. يلا ما تموت يا زفت. وراه بيدافع. اول ما التاني صاحبه ما يجي هيعمل لي مشكلة على فكرة بعد كده يا شباب.
مفيش حد في التيم مشكله، مفيش حد في التيم كله مكبر دماغه. العيال بيدافع حلو بصراحه، بيدافع حلو، انا كده هموت بالطريقه دي هموت. وقلت لهم عايز دعم، مفيش حد عبرني، ابص ولا جاي تاني. مش هينفع كده، مش هينفع، اقسم بالله ما هينفع يا جدعان، ده هباله كده. في التيم الزفت بيعمل ايه؟ انا كده هقع، كده هقع وش يعني. ربنا يستر يا جدعان ما اقعش. هحاول اروح. يلا 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 يلا. طب كويس انا رحت. التيم بتاعنا بطيخه. قاعد بيدافع بيتنا العيال من هنا. العيال التانيه كرشتني. مين ده كمان؟ ايه يا عم المقرف؟ ايه يا عم المقرف؟ يا ناقص اعرف انت كمان. اجلد يا عم، خلص على ولا مقرف ده. كل يا اخويا كل التفاح، هنخليك مالت دلوقتي. ما انت بص هتنجلد يعني هتنجلد بس كده. اوف اوف عليك، ناقص التيم البلو. كده انا قدامي فرصه ثانيه اروح اجلد نفس القصه الصمود. الايتيمات بتاعتي بص بص المنظر. العيال مش معايا ابوه هيبدا يظبط نفسهم. انا قدامي فرصه، عارف لو حد معايا في التيم جاي واحد هيمشي، واحد هيخلع معانا، في واحد هيخلع معانا في التيم اللي اسمه سوبر وكده. مش معايا نينجا. بقول له يا نينجا تروح انا وانت ناتك البلو. بيقول لي تمام حاجه معاك، بس المشكله انا عايز ايتمات، ولا الزفت اللي اسمه سوبر ده هيخلع. فهنظبط حالنا احنا على قد ما نقدر يا شباب. كده محتاجين الهيد ومحتاجين اي كذا حاجه. ربنا يستر. المشكله ما كنتش واخد معايا رجلين احتياطي. انت قلت لي في الاوفر باور لازم تاخد معاك حاجات احتياطيه، فانا هاخد الاحتياطي هخليه من الحديد. وربنا يستر ما يجيبوش بوم، لو جابوا بوم تبقى مصيبه سودا، تبقى مصيبه سودا بمعنى الكلمه. جبنا حق الهيد، فهنجيب الهيد دلوقتي شباب. والله كنت على وشك خلاص، وصلت للبيضة وكل حاجة. المشكلة إن أنا عايز حد يقف جنبي، لا حد يقف جنبي يساندني. العيال عيال غدارة، مفيش حد واقف جنبي، قاعدين بيتنين بيعملوا في التيم الأورنج اللي هو أصلا البيضة بتاعته موجودة يا معلم. ده أنا جبت الهيد، ده في حد ورا ولا إيه؟ مين ده؟ ولا سوبر؟ يعني أنت داخل الجيم عشان تطلع منها بعد كده؟ عيال نفيخة والله. يا مسهل. 12. في واحد كان معانا عمال لي لوك لوك. بس ميت. وقاعد بيراقب من بعيد لبعيد. دلوقتي انا عايز اجيب بقى الرجلين بتاعتي. بيقول انا عند البلو، بس ولا بيحور. بيقول انا عند التيم البلو. وراح ازاي؟ انت فاكرني مش شايفك يا هلا؟ مش شايفني مش شايفك، ولا بيقول انا عند التيم الازرق كذاب. بيقول لك سوري يا راجل، استخبي. بيقول لك انا عند التيم الازرق عشان نروح لبعض. قلت له استنى اسبوع اروح معاك، بلاش غباوه، هروح ينجرد ويرجع. واكيد العيال جابت بوم اكيد، يعني واحد يجي لقطك من بعيد قصان. طيب هو التيم البلو مفيش غير اتنين والله، بس العيال عاملين شغل. قول لي تعالى. بقول له اصبر اجيب ايتم يا عم، ما تقرفناش بقى اللوك لوك. انت هنجيب الرجلين بس الاول. انا جبت كله من ماس، بس اكيد العيال قاعده بتطور هناك، اكيد بيطور وبيظبط حاله. هروح بقى محاوله اخيره، ولو مت احنا كده ضحينا شباب عشانكم، ولو كسبت يبقى خير يا شباب. اكيد الولد بيبص من الشباك عامل زي الصرصار قاعد بيراقب الموضوع عامل ازاي. خلينا ناخد ماس، هجيب انا اشوف حق الماس كده. انا معايا تفاح ومعايا اكل. بيقول بص بص بيتكلم في الشات العام، بيقول لي روح للبلو. يعني البلو مش هيشوفه يا قد يا احول ربيتك. انا اقول له نو، اقول له انا مش رايح عشان اروح. سخر مخك يا حماده. قلت له نو واجي رايح بقى يا زعيم. كده العيال بقى تقول لك ده جاي. لا ده كده مش جاي، نبقى براحتنا بقى. انا كده معايا حق تشيست على فكره، جايب تشيست هو كويس. طب انا هجيب تشيست من لا حرام، واحد من التيم الولا نينجا النيلة ده راح لوحده كده مات خلاص. معيش معايا غير ولا الزفت ولا سوبر ده. لا ده هو اللي موت. طب قشطه والله، طب قشطه، هو موت واحد من البلو كويس والله. واحد خلع. طب كويس كويس الحمد لله. كده في حماس شباب، كده بدا الحماس. الولع عمال يجلد في العيال. طب كويس كويس والله عمال يجلد. طب انا فرصتي استنى كده اجيب تشيست.
اوه الله عليك الله عليك، كسر بدتهم. ايوه كده يا ولا، ايوه كده يا ولا. جيب يا معلم البس التشيست، حاول اروح بقى بسرعه عندهم، دول عيال دول مقرفه لازم ينجلدوا. بس ده راح والله بطل، خلي بالك اوعى تقع اوعى تقع اوعى تقع. ايوه ارجع، هو جاي لنا لحد عندنا. انت بص انا عايز انفخك دلوقتي، هعمل منك بلالين دلوقتي، اصبر عليا. ولا النوب ده اللي بيجري انا وراك والزمن طويل، هياخدني في الزاويه يوقعني انا عارف. بس برضه احنا نجيب المرصاله يا شباب. يا عم اديله واحده بقى، اديله واحده، ده عيل مقرف. هيجري منين؟ ايوه خلص عليه، خلص عليه بالبو. بص راح للتيم التاني، انا جايلك يعني. لا لعبه حلو الولد ده، لعبه حلو الولد ده. الولد ده خبيث يا جدعان. ايوه اجلده بالبو، جيبه جيب امه بس كده، وانا هجيله من الناحيه التانيه هنحاصرك. المكان محاصر ابو الاسياس، جاي اجلدك يلا. ارفع ايدك فوق الولد، وقع. ايوه كده ايوه كده، انت مقرف مقرف ده يا عم. دلوقتي الحمد لله شباب، عيال عامله احلى شغل تمام. والولا سوبر جا، بس احنا مطورين هناك احسن منهم، ده احنا عاملين اي كلام في حين بس يهجموا ويخوفونا. كده في الاورنج في ثلاثة، في ثلاثة في التيم الثاني. احنا كده محتاجين انا كده السوبر. السوبر ايه الكلام كده عندنا التيم اهو، ده لسه في عيال عايشه هنا بس اكيد معاهم، اكيد في ناس معاهم. بو شباب هنا مطورين الماس، بص العيال الجربانه ولا عاملين اي حاجه، مكبرين دماغهم. وفي واحد بيتضرب من هناك، مين ده بقى يا زعيم؟ خليهم يولعوا في بعض. هروح انا او ده معاه بو، بس انا اقدر اروح للتيم بتاعي. بقول لهم نرجع للتيم بتاعنا عشان هناك في تطويرات شباب، هناك متطورين احلى من هنا، احلى من هناك قصدي، يعني الجرين بتاعنا في تطوير احسن. يا رب ما حد يجيبني. اه في ناس بتقول لك التيم اللي بفوشيا والتيم التاني. اوه عندنا كده في تيمين مش موجودين اساسا، يعني شكلهم سايبين الجهاز ومش قاعدين. طب كويس احنا كده مطورين. كده انا اتحمست والله، كده انا اتحمست قوي. يلا مراخيري بقتش تاكلني خلاص، خفت. الواحد بقى كان متحمس دلوقتي خلاص، فالحماس ده بيروح شويه قبل ما نجمع بيت الايتيمات. كده انا وصلت بس للتشيست، هنجيب بس حاجات، هنجيب حاجات بقيتها من من الحديد، وعايز اجيب البول. البول بصراحه مهم، هنجيب بس الحاجات الاول من الحديد يا شباب. اجيب الحاجه بتاعتي من الحديد كويس والله، الجيم ده كله حماس. نجيب ده يا بطل كويس. جبنا كده حاجات، هنجيب كده محتاجين 12 ولا 15؟ 15. انا كنت جايب واحد بس اكفي واحد سرقه من الصندوق محطوطه زي بكام؟ 15 15. هو في واحد انا كنت جايب واحد. مش معايا. انا كده معايا ايتمات زياده بحيث لو حاجه اتكسرت مني هعرف اعدلها ان شاء الله. قلت التفاح بتاعك، وانا عامل لي لوك لوك في الشات شغال لك 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 يا سيدي لوك لوك. والولا سوبر بصراحه لعبه حلو. الولا كان معانا والله في التيم اللي اسمه اندوما، اسمه اندومي ولا ايه معانا. المهم الولا الجبنه ده كان راجل محترم وكان ظابط معانا، بس الواحد اخده على غدره ووقعه. يلا حصل خير. الولا اللي معانا ده برده بيلعب حلو، الولا برده نينجا ده بيلعب حلو قوي. هنجيب دلوقتي البوم، قول لي شكرا سلام على الناس الاخلاق. تلاقي في ناس خلق كده والله، في ناس قاعد ضرب بالنار، تلاقي من ده ومن ده. احلى حاجه في الجيم كده المشكله مفيش حاجه، يعني مفيش وسط، يا تلاقي عيال زباله قوي يا عيال محترمه قوي، مفيش عيال نص ونص. يا زباله يا حلو، اختار انت بقى، قرار صعب. الواحد بدا يجيب عرق يا جدعان. الله عايز اخد دش كده وهو بيلعب اللعبه. يا سلام قاعد تحت الدش كده بيلعب ماينكرافت. يا عم انت لسه عايز بارتي، بارتي ايه يا نوب؟ واحد عايز يخش ينام، بارتي ايه؟
الوقت اتأخر جد يا ولا يا ابني، محتاجك يا ابني، عايز اجيب البو يا زعيم. جيب هو، انا مش واخد بالي اللي معاك الكميه الحماسيه دي يا ولا، انا كنت قاعد برم وانا ماشي في السكه. كويس والله ما شايفهم، كويس جدا كده معايا الشيلد، ربنا يسهل باذن الله نعمل شغل. على شباب 64 يكفوا، محتاج تاني ونجيب لنا تي ان تي في السريع، بحيث لو حد مقرف نفجر امه ونخلص عليه. يا عم بلاش قله ادب، عيال مقرفه. هنجيب تي ان تي، انا عايز اقول لهم هنروح فين بعد كده، عايز اجيب التي ان تي. ايوه يا سلام يا سلام، 8 8 في عين الحسود يا جدعان. الله دول ما لهمش اي لازمه، خلي البلوكات دي هنا. يعني بيقول لي هنروح الاورنج، وانا عايزين نملي طريق. هو بيقول لك يا اما نعمل كامب يا اما نروح نهجم على التيم الاورنج. بيقول لي بتقول نروح من التيم الاخضر الاصفر الاصفر، فهجيب بلوكات دلوقتي شباب، بلوكات بغباوه، لان محتاجين كميه وعايزين بقى نروح نهاجم على التيم التاني، مش عارف بقى هنعمل ايه. هو اكيد بيتكلم على البتاع اللي بتعمل تليبورت اعتقد. انا كده لازم نشوف التيم الاصفر، ان التيم الاصفر شلنا منه كتير، انا عايز ابص حواليا. التيم الاورنج لابس كله، التيم الاورنج عامل شغل عالي. ربنا يسهل، مفيش حد يلقطني يا جدعان يا مسهل، يا رب ما في حد يشوفني ويجي لقطني بالبوم. مستقبلي انتهى، كويس انا عملت الطريق ارجع بسرعه. طب كويس انا رجعت شباب مره تانيه، نقدر بقى نروح من التيم الاصفر على التيم الاورنج. يا سلام عليك، اما على التيم الفوشيا. طول ما انا عملت الطريق بتاع التيم الاصفر، اشوف بس ايه النظام بتاع الولد التاني. يلا نينجا بيعمل ايه؟ تعمل ايه يا عم النينجا؟ تعمل ايه يا حمان؟ بيجيب ايتمات تانية، بيجيب ايتمات تانية شباب، عشان شكله هيعمل بقى شغل عالي، مش هنرجع تاني. بيقول لك خلي بالك التيم، في واحد السوسة ها، شفتك يا ولا، وماسك الشيلد مأمن نفسه. طب انا هستنى بقى نفجر امه دلوقتي، بس هخليه يجي، خليه يجي يا زعيم. في واحد بيقول لك واقف في النص قاعد بيراقبني، انا عيب عليك يا حمان، خليه يراقب يا اخوي، خليه يراقب، هنيجي نجلده دلوقتي. لابسين لابسين الحاجه بتاعتنا، وهنبص اهو في واحد سوسه اهو، شايفينه اهو، سوي في الزر خميس قاعد بيراقب الجو. خلع ولا لسه؟ قاعد بيغزني كده والله. في واحد شايفنا؟ طب كويس في واحد مات كمان؟ كويس في واحد خلع؟ عايزين نشوف هنعمل ايه؟
ولا سوبر، تعال يلا سوبر، لا بلاش غباوة، تعال يلا. هو الطريق مبني يا معلم وجاهز، نروح من الناحية التانية. بس صاحبي ده يروح الأول، يلا احنا وراه يا مسهل، دعواتكم الشباب. ولا كان كان في خطورة غبية عليه، بس كده تعال يلا سوبر يلا. طيب انت هتموت موتة يعني سيئة. كويس احنا كده في التيم الأصفر، نقدر بقى نروح الناحية التانية، نقدر نروح على البنك على طول. طب انا خليني واقف بالبوم احتياطي، عارف هيتضرب ولا لا يا جدعان، ربنا يستر. انا راح معاهم الله خير ان شاء الله، اوصل على خير. دعواتكم شباب، الحته دي بص وحشه جدا، وحشه جدا. هو انا قاعد دي بص الخبيث. طب كويس. يلا انا واحده مستخبيين. ايوه اجلد يلا. اوه معاك شيل، تعال تعال يا صغير، تعال يا صغير يلا. ايوه اجلد امه، تعال ما عندكش فرصة يلا، تعال يا صغير. اديله واحدة بقى بابوه يلا، مع الف سلامة، توحشنا يا بطبط. كده خلصنا من واحد شباب، قشطة عليك. ايه السنة دي دي؟ ايه يلا انت ايه ارنب؟ مربين ارانب؟ نهار اسود. كل ده حديد. دلوقتي فين التاني؟ فين التاني عيل خبيث؟ فين الولد التاني؟ في واحد تاني مستخبى. عايز اجيب بس دي امسكها هنا، وعايز اطلع فوق كده في السريع، نشوف بس الولد قاعد فوق ولا قاعد من مستخبى ولا متين على عينه. بص مأمنين البيضه ازاي؟ ممكن يكون مستخبي والله السوس. انا قاعد ببص بس جوه، انا عايز ابص كده بص. اوه ده شكله فوق، نطلع لامه دلوقتي نجلده. ايه ده قاعد فوق ده ولا ايه بالظبط؟ ايه نظامه ده؟ مفيش حاجة، طلع اوانطة ده ولا ايه؟ المهم هننزل تاني يا شباب. قلت بص بصة في السريع. عايز اظبط نفسي عشان ما اقعش وقعة غلط. كافيين على البلوكات كده، طب انزل انزل زي ما انت قشطة. كده البيت كله اتكسر يا جدعان. احلى حماس والله. كنت عايز اعرف بس نهاية الطريق بتاعه ده ايه. كويس ان احنا نزلنا، عايزين ننزل بقى تحت دلوقتي نشوف مع التيم بتاعي. انا عايز اعرف هو واقف انا ده يا ده. هو فين يا جدعان؟ بقول لهم هو فين؟ شكله مستخبي، بيقول لك واقف في الحته. بيقول لك واقف في الحته. طب الولد اللي في التيم بتاعنا يغش، قول لنا مكانه، قول لنا مكانه. ممكن يكون مستخبي تحت، يمكن واحد فوق اهو في عيال هنا. كويس 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 كويس. هنروح هنعمل ايه دلوقتي؟ في واحد اهو شايفنا شمال. كانوا تيم احنا التيم الاخضر، وفي التيم كل اللي معانا في التيم هيعمل ايه؟ بنعمل اجتماع احنا دلوقتي يا شباب.
برضه مطورينها. طب كويس انا مطورينها هنا. ولا سوبر بينادينا بقى. انا بص غير السوبر بيبص على ايه ده. خش كده جوه عيني، خش جوه دماغه، شوف جوه ايه. دماغه فاضيه. اه والله دماغه فاضيه. ولا السوبر هيخش يجمد قلبه. عارف انا انزوم قاعد بيراقب الجو من بعيد يا شباب، وخاف يعدي، وانا بصراحه مقلق. ايه الوضع ايه ده؟ نعمل اكن الولد سوبر هو اللي بص. بقول له هنعمل ايه سوبر سوبر نو قصدي بقول لك سوبر كيدز. والله سوبر كيدز. طب استنى استنى كده، اروح انا الاول وانا معايا الشيلد. مجمد قلبي بقى، بوكو بطاطس مجمد قلبه بلذيذ. ايوه هنطلع فوق شباب. استنى التيم بتاعي. بقول لهم الوضع مستقر وانا معايا البو بحيث لو حد جه. كويس 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 كويس. انا مستني بس العيال، مستني بيت التيم بتاعنا شباب. يلا يا جدعان انتوا بتحبوا، خلصوا بقى. وفي واحد هناك وانا شايفه رايح جاي. في واحد راجع للتيم بتاعه، راجع للقاعده. هيقعد بقى يعمل لك كامبو ويفضل شغال بالبو. عيال متعبه، هما اتنين بس اساسا. احنا ماشيين مع التيم بتاعنا. انا شايفه هنا، مش عارف ده متعلم ولا ايه نظام. مفيش حد خالص، صحرا صحرا يا راجل، صحرا ورب. يقول النينجا انا ده لعبه حلو فانا ماشي معاه. شوف بس انظامه بقى، واحلى حاجه لابس حديد وعامل احلى شغل، لعبه كويس والولا سريع بصراحه. المفروض نروح فين؟ اهو تمام. واحد ضرب البو. اوه واحد اب اهو، واحد فوق. هو فوق اهو ورا السوسه مستخبى. عيب عليك يا حماده. كويس هات بقى الاوتو ده، هو فرحان بنفسه. فين استخبى السوسه؟ ايوه عايز اجيب، انا عايز اخليه حر يضرب تاني. كويس اللي هو باين لنا مكان، راجل محترم. حاول بقى نطلع له يا جدعان. جاي لك يا حماد. جاي لك يا الله، جاي انفخك دلوقتي. التيم بتاعنا بقى عايزين بقى بلوكات بغشامه. شافني. عيب عليك يا حماد. اي يا سوء يا وحسه، انت يا وحسه. اوه شبعنا الجرس يا جدعان. طب الحرب ده احنا هنقضيها ازاي؟ عيل غلس. شوف الواد وغشامته وجت فيه. طب قشطه والله. عايزين بلوكات هنا. كويس ولا قاعد بيدور عليا. عايز اكمل المسيره واطلع. شافني. ايوه لا بيدور لسه، بيدور بيدور يا زعيم. شافني يا جدعان. شافني شافني السوسه. طب انا هعمل تامين ليا بس كده 100%. ولا بقول له انقذوني، انت فين يعني؟ في انه داهيه يا الله، في انه داهيه انت.
ولا سوبر اتفرق كده غلط. ولا سوبر ده فعلا ده بس. عايز اجيبه بقى من ناحية تانية. حتة اهو. يعني كلها طلع له. طب ايش ايش هيأمن ايه؟ هيأمن ايه ولا ايه؟ هتأمن ايه ولا ايه؟ هلا المشكلة مش عارف احط بلوكات هنا ولا هنا. لازم في الطرف، لازم اقف في ام الطرف يعني. طب احط تأمين ليا كده. ايوه كويس كده يا جدعان. اول ما اطلع حلوة الفكرة دي. عامل لي زي سقف بس كده. يا سلام عليك يا ابو الاساسيس. لما تفكر سلام قول له لما تشتغل يا جدعان بتبقى الاساسه كلها حماس يا جدعان. يا سلام عليك. بطبط ولا بيضرب بجنان ولا وقع. يلا احتياطي اخلع على خد لك القنبله لو يشبع بيبلع على. راح فين اهو؟ لسه الولد بيطلع في الروح يا جدعان. بس اخد القنبله اهي بلعها. هيضرب بقى زعيم بالابوه. اجلد يلا بالبو تعود انا صغير والله. اصد بالشيل ده زعيم. تعود انا اه تعود انا صغير والله. يا عيب عليك ده انت لازم تصد. ايوه يا سلام. ايوه يا سلام يا سلام. عايز تتيم دلوقتي يلا ظريف. يلا بلزيز ركز يزي. انا هجيب لك تخلف في دماغك اصبر عليا. ايه تورد تعالى هات منديله. تعالى انا صغير انا ها تعالى في حضن بلزيز. هيعمل فينا ايه عليك قفا حماس. خد لك واحده كانت صحصح بيها حماد بالسوسه. اخلع على اخلع على. ايه ده؟ ده نط تحت عشان يهرب يا سوسه. نط تحت عشان يخلع يا شباب. نط ورا امه ورب ما اسيبه. انا وراك والزمن طويل. في واحد اهو شغال وراك. انا مش هسيبك يلا. عيب عليك يا حماده. ترجع مين ها اللي بيروح ما بيرجعش. عيب عليك. هو التيم بتاعي فين؟ قشطه التيم كله جاي. طب كويس كويس التيم كله حماس شباب. محتاج بقى اظبط نفسي على البلوكات. شكله هيلف ويتعبنا يا جدعان. شكله هيلف ويتعبنا. حاول بقى نظبط نفسنا عشان هنا بقى الحفر زي ما انتم شايفين حفر متعبه. بص تمشي ازاي انت؟ عامل زي الايرت ولازم تركز بقى يا معلم. كأنك بتلعب تي ان تي بالظبط. الله عيل متعب. ده كده ممكن يجيبني من هنا من الطرف؟ لا ان شاء الله ما يجيبنيش شباب. الجيم صعب الجيم صعب وبتطول قوي الاوفر باور بجد بغباوه. بس كلها حماس. يلا بلزيز. بس انا ماشي لغايه اخر الطريق. بارد على برود يالا مش عايز يخلص. والاكل يا معلم ما بتقفش خالص ما بتريحش. خد لك نفس طيب. مكملين وجايين وراك. يا سلام احلى حاجه تصد. متعب 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 بصراحه بطريقه غبيه. عمال يلف زي القرد. شكله هيعمل كامب عشان يكسب. بس الجيم والله كان حماس شباب. فانا شباب زي ما انتم شايفين عيال قاعده متنيله والتيم الموضوع هيقعد وقت كبير جدا مش هيخلص. وقت الجيم طورت بغباء. وانا عايز اعرف بس اللي معانا لسه موجود. وعي المقرف هيستخبى هتدور على مين. بس الجيم بشكل عام كانت حماس. هحاول اروح له هنا. هحاول محاوله تانية. ولا الف له من الناحيه التانية. بس ممكن استخبى في الضلمه. خلاص خلاص بس كده. ولا اقعد بدور اجيب كشاف وادور في الجيم. انا وقعت فين؟ وقعت في حفره يا بابا. بص الحفره دي يعني انت اهو. هو ده معايا السوبر ولا سوبر ده خضني يا عم. والله بحسب الولد. هو فين بقى هتدور؟ ابحث مع الشرطه.
هو بيقول لك في النص وقاعد مستخبي في الضلمة السوسة مش شايف اي حاجة. قاعد فين ده؟ بيتك فين الزفت ده؟ حالها خالص. بتلاقي عمال ينط زي القرد يعمل اي صوت مش شايفين اي حاجة. لكن انا صوت الدنيا برضو مضلمة مش شايف اي حاجة. اللي شافه يا جدعان يخبط لنا لايك ويقول لنا فين فين الولد المتعب. بحاول اظبط نفسي بحاول ادور عليه مشكله مش لاقيه خالص. عيال بيض بتقعد بتقرفك ما تعرفش تجيب ولا تعرف تجلد ولا تعرف تنين في ام الاوفل باور. يلا خير يا شباب يلا نعمل ايه؟ طبعا هتدور على مين انت كده مش هتخلص. العيال دي مش هتخلص. العيال دي بيت لبكره. بيقول لك اندر مايل فين؟ اندر مايل تحت. بيقول لك تحت في النص. طب احنا فين؟ احنا في انه داهيه دلوقتي. في انه داهيه يا راجل انتوا اتهلكتونا يا جدعان. وانا بقول لك تحت في النص فين بالظبط؟ شايف له اي ملامح؟ يا عم سوبر اتخرست. انا مش طبعا زي ما انتم شايفين التيم اللي معانا الولد اللي اسمه نينجا مش عارف اختفى. قاعدين بندور مش لاقيين اي حاجه يا شباب. الله خير. طبعا الجيم كده مش هتخلص كده. الجيم محتاجة 10 ساعات نلعبها عشان تخلص. بس عملنا شغل عالي. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير لايك سبسكرايب اشترك معانا في القناة يا بطل. وده في واحد مات. طب حلو والله حماس. ايه ده مات ازاي ده؟ مات ازاي ده؟ طب حلو ايه ده هو مات ازاي؟ لا انا شكلي هكمل كده. انا شكلي كده هكمل يالا. احنا كده في الجرين اصلنا الاورنج. انا قلت والله لو كده. طب كويس في واحد بيقول لنا في التيم معانا هروح هناك. بيقول لك انا عندي الاورنج انا هروح مره تانية. والله كنت هقفل يا عم اتخنقت يعني. بس مره ثانيه ده حمسني كده احسن. والله احلى حماس كده. وفي واحد وقع كويس في اتنين. طب ايوه كده الجيم بقى تقفل كده. والله هتقفل ما فيهاش حماس خالص. انا كان دمي هيتحرق يا راجل. هو الاورنج. طب كويس الاورنج عرفنا مكانه. يلا بقى نبني احنا كده. الجيم بدات يا سلام على القفله ورب القفله تبقى. الولد ده يا شباب لو عارف لو ما كنتش جبته كان من جنب خلاص. بس هو طلع محترم ومشى عشان في عيال مقرفه ما بتفضل قاعده بيت ما يفضل بقى يجري كده زي ما انت شفت كده زي ما يخلص. ايه ده اللي انتوا عاملينه ده يا جدعان؟ والعيال واقفه فوق. اوه العيال واقفه فوق يا سلام. الاتنين واقفين هنا. طب كويس هم عاملين لنا حمايه واحنا ممكن نكمل المسيره. طب حلو الجرس جه في واحد. ما ممكن امشي بالشيل. تمام قلت له انا هروح بالشيلد وبعد كده انت هتيجي ورايا بعد ما انا ما اجي من وراهم واجي هاجم عليهم. تمام رب يكون فاهمنا كده. بس ناقص الاتنين دول. الولد ده لو جه من جنب هتبقى مصيبه يا جدعان. هو ده الطريق لسه في نط. ربنا يستر كده ممكن من فوق يجيبني. ربنا يستر يا جدعان. وحلو حلو صدات محترفه
كويس، يا رب التاني ما يجيبني. يلا ضربة كمان وحجري. بس كده يا بطل. ايوه كويس، انا رحت المكان بتاعهم، انا شفت هو بيوقع، بس انا عايز اشوف بس المكان فوق. لازم تخوف العيال، كسروا المكان الاستراتيجي بتاعهم اللي فرحانين بيه. اهم تمام، العيال بدأت تخاف اهم يا زعيم. سلام يا سلام، يلا يا عم كاي يا عم سوبر. بس كده شكلهم يا شباب لعبهم اي كلام. اوه لا ده كده مشكله، كده تبقى مشكله. انا عايز اجري بسرعه، يا رب التيم بتاعي يجي بسرعه. يلا التيم بتاعي بس سوبر بس يجي، ربنا يسهل. ايوه قشطه عليك. صوت ايوه كده، اجلد اجلد يلا اجلد يلا اجلد يلا. ايش طالك الولد التاني مش قاعد. اجلد امه ده بس فرصتي. ايوه يلا بقى اظبط نفسك بقى بلوزيز. طلعت البوم. ايوه اديهم الجرزات، اظبطوا الولد ده. تمام واحد كده خلصنا منه. بس كده مية مية. تعالى حماد يلا بقى عايزين نخلص منه ده. يا مساه مش عايز يموت، مش عايز يموت والله. ناس حلو، اخد ضربات محترمة. عايز اركز عليه الولد ده. يلا اخلص اخلص يا فاري اخلص. يلا كده خلصنا من واحد. هات بقى ده، يا سلام عليك. تعال ايوه ده منفخه، يا سلام. ننزل لهم بقى تحت الواد النينجا اللي معانا. انا مش عارف نينجا راح فين، راح في انه ده يا عم. مش عارف يجي يساعدنا عشان نخلص ام البتاع. راحوا فين؟ طلع فوق تاني. اطلع على اطلع على يلا يلا. ولا ده والله لعبه مش حلو، بس لو حد يجي معايا في التيم يساعد. اطلع على بلاش استهبال. ها طلعت فوق تاني ليه؟ عشان يعني انت عايز النور يعني الاضاءة؟ تعال يلا بس كده، يلا نجيب امه دلوقتي. يا سلام عليك يا ابو لذيذ، اقهر بقى يلا. صعب الموضوع، صعب. يلا يلا خلص يلا. يلا اجلد امه. ايوه كده يلا يا جدعان، هو ده اللي هيجي معاك. ها صد اجلد صد اجلد. ايوه اجلد، هو البول اللي هيظبطك. الولد التاني عايز يجيبني برضه. بص اطلع على زفت. طلع يجري الجبان.
الايتمات بتاعتها خلاص على وشك, والعيال مقرفه بصراحه, جامده 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 عافيه, الايتمات بتاعتهم ما بتخلص, قويه يلا. عايز اركز بس على ده, راح فين ده؟ ايوه اخ كنت هجيبه من الطرف والله. خلعوا الجبنة, في واحد تاني استخبى مش عارف راح في انه داهية, ملحقتوش يا جدعان. اقعد بقى ادور البحث, المسيرة وجع القلب. يا نبات مش شايف, في واحد وقع تحت. والتاني راح فين؟ في واحد تاني, في واحد تحت اهو, مفروض بيقول لك اللي في واحد تحت هنا. المفروض هو تحت, الاتنين تحت يا جدعان, نفس الحركة القرعة تاني, نفس الحركة. ايوه اجلد يلا, ها يا موسى. ايوه هنلعب بقى مساكة هنا يا جدعان. عشان اضربهم مش عايزه تيجي فيه بس البوم. لازم حد يلقط كده, عارف اجيب العيال, عيال خبيثه والله, عيال خبيثه والله. ايوه هدى بقى, هدى بقى, خده في الزهر ده, اعمل معاه الصح. انا لو وقعت في الزهر تطلع بلازيز. ايوه صوره كده, ايوه بيطلع منين؟ بيطلع من زي الفرع ده, بتاخد على زفت انت مش بتموت. مش شايف اي حاجه, مش شايف اي حاجه. الولد التاني وقع في الحفره مش شايف اي حاجه. طب كويس, وفين الزفت ده؟ اجلد مع العيال يا معلم, اجلد مع العيال. يا سلام معايا تي ان تي والله كنت ظبطت. اخلع على يلا يا رب, انا مش شايف اي حاجه في الضلمة. فين؟ اعوذ بالله. لا مش مصدق, مش مصدق. يا نهار اسود على حرب نظيف, يخرب بيتك حرب. الولد التاني خلع ده, انت احنا كنا لسه هندور عليك. ايه العبط ده يا عم؟ ده انا قعدت بتاع ساعة اسود. اوف نزل يا عم حاجة حماس بقى. ايه ده؟ يلا الحمد لله, كنت هقفل الفيديو قلت والله لا استمر فيه للاخر يا شباب. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير لايك سبسكرايب واشترك معانا في القناة بطل تكملات عليك, بخصوص الجيم اللي كلها حماس اللي كنت هقفلها بس طولت قوي. ويا ريت تساعدني ابطل في حوار اليوتيوب رينك, لو حد الادمن يبقى صاحبه او يبقى ابن عمه ولا يبقى خاله يا ريت, عشان الجيم دي ما بتشتغل بالكوسه. واشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع يوتيوب جيمنج, وما تنساش بقى احلى لايك منك. اشوفكم المره الجايه مع فيديو جديد مع يوتيوب جيمنج, يلا سلام.